احنا شايفين هذا البرلمان اللي بينادي بالديمقراطية وبينادي بالحقوق الإنسان بيتدخل داخل الدولة المصرية وبيطالبها ان النهاردة السلطة التنفيذية تفرض على السلطة القضائية. طب احنا بأي مبدأ نتحدث ونتناقض في الفصل بين السلطات وتقول لي ده في ديمقراطية حقيقية وفي فصل بين السلطات، وانت بتنادي بتقول يا سلطة تنفيذية تدخلي في السلطة القضائية واخرجي هذا السجين او ذاك السجين. بالاضافه الى معلومات مغلوطه تماما زي ما ذكرت لحضرتك، زي اعدام الاطفال وما الى ذلك، من مثلا عدد ذكروا عشرات المسجونين داخل السجون المصريه، لكن اذا فحصنا هذا الطرح هنجد ان هم بيتكلموا عن شله معينه بعينها اربع او خمس افراد، ما بنتكلمش عن هذه. فاين هذه الاعداد؟